يا منار، ازيك؟ كويسة. اتفضلي، معاكي سابي. 24/12 21/12 24/12 24/12 اوكي. وجوزي 4/3 هو 16/3 14/3 وهي 24/16 16/3 اوكي. شكرا لك يا منار. 24/12 هي الجدي بس تاخد من القوس، شخصية قوية طبعا اوكي. وهو 16/3 برج الحوت، واخد من الحمل شويه، هي شخصيه اقوى. هي تقود اكتر، هو هادي. وممكن يستفزها، هو ممكن يتاخر في ردوده في افعاله. الفتره اللي فاتت كانت عنده مش حلوه، بس الفتره والفتره دي ما ياخدش قرارات فيها لان هو حوت برضو. هي بالنسبه لها الدنيا عندها حلوه، بس بلاش تبقى عايزه كل حاجه في مكانها زياده عن اللزوم. اوكي. لكن هي اللي هتبقى يعني كبرجين الدنيا حلوه عندهم. بس يمكن هي اللي اسرع منه، او هي اللي هتشده الفتره اللي جايه للاحسن. حلوة. طيب معانا تليفون من اسماء. الو. الو، يا اسماء ازيك؟ ازيك، الحمد لله تمام. اتفضلي. الو، اتفضلي سابي معاكي. صباحك. هو انا 18/5/84. تمام، تسالي عن حاجه معينه؟ بالنسبه لل، لا خلاص كده. طيب ماشي. طب احنا هنتكلم عن الارتباط. يلا. 18/5 هي الثور واخده من الجوزاء. الثور الفتره دي متردد، عمال يقارن ست الثور كمان، عماله تقارن ما بين حد قديم وحد جديد. وده اوحش حاجه بتعملها ستات الثور، لان هي بتبقى عايزه حاجه صح زياده عن اللزوم، او عايزه حاجه محدش يدي اي كومنت عليها او يحسسها ان هي اتاخرت، وفي الاخر حاجه اي كلام، او سواء في شغل او زواج او اي حاجه. هي دايما ست الثور كده. فبقول لها ما تقارنيش حاجه بحاجه، لان ما فيش حاجه شبه حاجه. تشوف اللي هي مرتاحه له اكتر. بالظبط. وبعدين زي ما قلنا من شويه، مفيش حاجه كامله، يعني بلاش نبقى احنا عايزين حاجه التفصيل ديت اللي كل صح. اللي احنا عايزينه نبقى لازم يبقى موجود، ده مش هيحصل. طيب احنا معانا تليفون تاني من مي. يا مي ازيك؟ ازيك يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي، معاكي سامي. لو سمحتي كنت عايزه اسال على 26/8. 26/8 ده انت؟ راجل و 13/12 بنت، مراته يعني انا. واختي واختي 13/12 وجوزها 21/3. لا استني، خليكي معانا بقى كده يا مي، خليكي معانا. قولي الاول تاريخك وتاريخ جوزك معلش تاني. 26/8 ايوه و13/12. ماشي، خليكي معانا، خليكي معانا. 26/8 هو عذراء، واخد من الاسد. الفتره دي مركز في الشغل اكتر، او بيعمل شغل جديد، او داخل في شغل جديد. هي 13/12 كوس، تاخد من الجدي شويه. كبرجين يعني متفقين، بس يعني هو محتاج يعني يعمل، هي بتدي اكتر، او هي بتبقى ادت في الاول اكتر وبعد كده بتبذل مجهود اكتر. محتاج يبذل مجهود اكتر، بس هو تركيزه الفتره دي، يعني بقول لها علشان ما تبقيش متضايقه من ردود افعاله، هو الفتره مجهود. دي لا، الفتره دي الفتره دي هو مركز في الشغل. تمام. فيعني سيبيه علشان اللي جاي، المرحله الجايه هتبقى احسن. تمام. مي ان شاء الله. قولي بقى تاريخ اختك. اختي توامي 13/12 وجوزها 21/3. تمام. التوافق ما بينهم ايه؟ 13/12 هي برضو كوس، بس واخده من الجدي، وهو كان 21/3 حمل، واخد من الحوت اول يوم في الحمل. هو بيكبر دماغه، او يعني في الاول كانت اختها فرحانه بده، بس دلوقتي بقتش عاجبها.